سيذكر التاريخ أن يوم 15 من شهر كانون الثاني عام 2013 كان يوما دمويا أصاب طلاب كلية العمارة في مدينة حلب. مؤسسات المجتمع المدني في غاز عنتاب التركية أحيت الذكرى الثالثة لتلك المجزرة المروعة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من الطلاب في حينها. الهدف من هذه الفعالية هو أن نبعث برسالة بأن الطلاب السوريين مهما طغوا عليهم إن كانوا استبداديين أم ظالمين فلن يفقهوا لهذه الظلم وسوف يتابعون مسيرتهم بإذن الله. صحيح أن مئات المجازر وقعت على الشعب السوري المكلوم، لكن وقع هذه المجزرة في نفوسهم كانت تحمل ألما آخر، فالمستهدف طلاب لا يملكون سوى قلم وكتاب ومستقبل. ننقل معاناة الشعب السوري ومعاناة الطلاب السوري للعالم بشكل دائم مدى الظلم والاضطهاد اللي لقوه من إجرام بشار الأسد، وإن شاء الله حيبقى هذا اليوم يوم خالدة في ذاكرة كل طالب سوري بالمستقبل إن شاء الله. ترى كم يحتاج السوري من الوقت كي يحيي ذكرى المجازر التي وقعت عليه، وكم من الوقت يحتاج كي يحصي هذه المجازر؟ ربما سيكون على السوري أن يحيي ذكرى المجازر على مدار العام. أسامة حميد، أورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.